الحمد لله على جليل فضائله وجميل إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله أهبط آدم وزوجه إلى الأرض بعد أن مسح عنهما بالتوبة التي علمهم أن يتوبوها آثار عصيان آدم أو نسيانه، ليستقبل حياته في الأرض استقبالا نظيفا بغير فزع يفزعه مما أقدم عليه من معصية. وبهذا تكون المسألة قد انتهي منها انتهاء لا رجعة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع فيما وهب. وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن آدم حين يهبط إلى الأرض سيتلقى من الله منهجا لحركة حياته، فإن اتبعه فإنه لا خوف عليه ولا حزن، وعلمنا أن ذلك مرده إلى أمور الدنيا وإلى أمور الآخرة. والحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الإنسان ممثلا في أبيه آدم منهجا إنما اختار له المنهج الذي يقوم صنعته لتكون أجمل ما تكون الصنعة في نظر الصانع. وكل صانع كما نعرف يحب أن تتميز صنعته بالتفوق والإتقان والجمال. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أن من تبع المنهج أو من اتبع المنهج لا يضل ولا يشقى، ومن يعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشره ربه يوم القيامة أعمى. وقلنا يجب أن نفهم أن الضنك في المعيشة ليس معناه الفقر المادي الذي يتمثل في مقابله الغنى، ولكنه قد يكون غنى ولكن النفس ضيقة بأشياء كثيرة تفسد عليها الكمالات التي تتأتاها في الملكات الإنسانية. وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات، فاختار في أول سورة نزلت من القرآن بعد قصة بدء الخلق في آدم اختار قصة بني إسرائيل، لأنها أحفل القصص بالمسيرات، ولأنها أخذت الحيز الضخم في كتاب الله وفي تثبيت قلب رسول الله وقلب السابقين معه على الإيمان. إذن فموسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل، وإنك لتجد فيه تربية أو ميلادا أولا وتربية ثانيا وبعثا ثالثا وعلاجا لشعب من الشعوب أتعبه وأتعب الأنبياء بعده، مما يجعله من أولي العزم من الرسل. وإنك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب وينادي مثلا يقول يا بني آدم، لماذا يخاطبنا نحن ببنوتنا لآدم؟ أن هذا الخطاب في ذاته ليواجه المخاطبين بالنعمة الأولى عليهم في أنه أوجد أباهم من عدم. إذن فكأنها تذكير بالنعمة الأصيلة لنا، يا بني آدم، يعني اذكروا كيف خلقت آدم، واذكروا أيضا كيف كرمته وعلمته، واذكروا أيضا كيف أسجدت الملائكة له رمزا لتسخير ما في الوجود لخدمته، واذكروا إذ أهبطته إلى الأرض بمنهج قيم يضمن له حركة حياته. اذكروا كل ذلك. فحين يقول يا بني آدم فكأن كلمة آدم ستوحي إليك بكل هذه المعاني، وأيضا ليفيدك أن ما وصلك من علم ومعرفة إن أردت أن تسلسله فيجب أن ينتهي إلى آدم. فهل هب أني تعلمت كذا أو أنت تعلمت كذا أو هذا تعلم كذا من أستاذه، وأستاذه تعلمه ممن؟ من أستاذه. وأستاذه تعلمه ممن؟
من أستاذه، سلسل ذلك فسينتهي كل تعليم إلى معلم لم يعلمه أحد. إذن فقول الله يا بني آدم إشعار بجماع هذه النعم كلها في آدم، لأنك قد تغر وقل وصلني عن آبائي، وصلني عن قومي، وصلني عن آلي، وصلني عن أساتذتي. لا، رد ما وصلك عن أساتذتك وعن أهلك وعن قومك إلى من قبلهم، ورد من قبلهم إلى من قبلهم، فستنتهي المسألة إلى آدم. وآدم ممن أخذ يجب أن تنتهي إلى أنه أخذ من الله. قل له لا، سلسل كل نعمة في أي جهة من جهتها فستنتهي إلى آدم، ثم قل وممن أخذ آدم، فستقول قطعا أنه أخذه من الله. هذا معنى يا بني آدم. وإذا ما قال الحق سبحانه وتعالى حين يعالج لقطة من لقطات بني إسرائيل في الأرض مع موسى ومع الله، يقول يا بني إسرائيل، الخطاب هنا في يا بني وإسرائيل، ما قالش هنا يا بني آدم. ليه؟ قال لك لأن إسرائيل ده من هو إسرائيل؟ أولا إسرائيل مأخوذة من كلمتين إسر وإيل. إسر يعني عبد مصطفى مختار، وإيل معناها الله في العبرانية، يبقى أي صفي الله أو عبد الله. فإذا نظرت إلى إسرائيل اللي هو يعقوب، خد الاسم ده إزاي؟ خد الاسم ده لأنه ابتلي في الله بلاء كبيرا استحق به أن يكون صفيا لله. ولذلك كأن الله حين يقول يا بني إسرائيل يعني اذكروا ما كان لأبيكم من منزلة عند الله، وما كان لأبيكم من بلاءات في دينه وتحمل في حياته، واذكروا ما كان لأبيكم من وصية وصاكم بها حين حضرته الوفاة. أم كنتم شهداء إذ حضر إيه؟ يعقوب الموت، إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا ما تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مش كده؟ إذن وبعدين إيه؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تلك هي الوصية الأخيرة له. ليه؟ قال لك لأن الوصية فيه فرق بين بين التعليم وبين العظة وبين الوصية. تعلم واحد قضية ثم تذكره بها دائما فتعظه، ثم تجمع أهم شيء فيما علم وأهم شيء فيما وعظ به لتجعله نصيحة. ولذلك النصيحة دي بتبقى في آخر إيه؟ لحظة. وظرف النصيحة يعني الظرف التي الظرف الذي تحدث فيه النصيحة ظرف يقرر أنها حق. ليه؟ لأنها لا تقول إلا ساعة يحضر الإنسان الموت، وساعة يحضر الإنسان الموت حتى إن كان مسرفا في حياته فإنه يستقبل الله في ذلك الوقت، فيستحي أن ينصح إلا أن يكون النصح بحق وبخير، لأنه لا يحب أن يترك من خلف على خير ويقبل هو على الله بشر. يبقى النصيحة يبقى لازم تكون إيه؟ فكأنه لما يقول يا بني إسرائيل يعني اذكروا جيدا أنكم أبناء إسرائيل الذي كان من شأنه مع الله كذا، وشأن الله معه كذا، ووصيته لكم حين حضرته الوفاة كذا، فعيب أنكم انتم تخرجوا. ما أقولش عيب أنكم تخرجوا عن منطق الإله، حتى عن منطق الأبوة، حتى عن منطق الأبوة. الإنسان إن غش الدنيا كلها لا يستطيع أن يغش أبناءه، لا يستطيع أن يغش أبناءه أبدا، حتى اللي تعبوا في حياته يحب أن يتلافوا في إيه؟ في بنيه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى بعد أن يشحن الكتاب بالموكب الرسل وبما قاله الأنبياء وبما قاله الرسل وبما قاله وبما قاله، يأتي لنا في سورة لقمان يقول إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني بيقول ده الكلام ده حتى الأب يحب أنه يقوله لابنه، مش الإله يحب أنه يقوله للمخلوق بتاعه، الأب يحب يقوله لمين؟ يحب يقوله لابنه. وإيه؟ إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني
إلى أن قال كذا وكذا وكذا. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا قيسوه حتى بحب الأباء للأبناء، وفرق بين رب وبين أب. فإذا كان الأب لا يغش بنيه، والأب سبب فقط في الوجود، ولكن الرب هو الموجد بالفعل. فإذا كنتم تأمنون الآباء على نصح الأبناء فيجب أن أن تستأمنوا الله على نصح في خلقه. يبقى يا بني إيه، وساعة ما تقول يا بني يعني يا ابن، جمع ابن، يعني ابن دي في أب، يبقى في ابن وفي إيه، في أب. نظرا لأن الابن مبني على الأب، يعني وجود الابن رهن بوجود الإيه، بوجود الإيه الأب، يبقى أخذت من مادة البناء، لأن البناء يجي على أساس. فكأن الأب يتوجد، وبعدين يتوجد مين؟ يتوجد الإيه؟ الابن. وكل واحد منا دائما مش ضروري يكون له ابن، إنما ضروري يكون له إيه؟ لازم يكون له إيه؟ أب. لازم يكون له أب. ولذلك إن كان آباؤكم وأبناؤكم، مع أن يقول لك إن كان بقى المسألة كان يجيب الأحب، نقول له لا، لما يقول إن كان أبناؤكم، لأن كل واحد له أب، إنما مش كل واحد له ابن. فتبقى الآية عامة، ذيك الأولى تبقى الآية إيه؟ تبقى الآية عامة. يقول يا بني إسرائيل، زي ما يكون راجل صالح ومعتقد والناس تعرف عنه الخير في كل وجوهه، وبعدين طلع له أبناء يعني يسلفوا على نفسهم شوية، يقول له يا أخي استحي، ده أنت ابن فلان، استحي، ده انت ابن فلان، يا ابن فلان ما يصحش تعمل العملية دي، يا ابن الشيخ ما يصحش تشرب خمرة، مش كده، يا ابن الشيخ ما يصحش تلعب قمار، يا ابن الشيخ ما يصحش تبقى مستهتر. بتجيب له ايه؟ بتناديه باللفظ الذي يقرعه ان خالف ما كان عليه المنادى به. يبقى يا بني ايه؟ يا بني اسرائيل، يا بني اسرائيل. اسرائيل هو يعقوب، واحنا نعرف ان يعقوب ده ابن مين؟ ابن اسحاق. واسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. كويس كده، ابراهيم خلف اسحاق وخلف اسماعيل، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم من ابناء عمومتهم، من ابناء عمومتهم على الاول. فلما يقول يا بني اسرائيل، شوفوا الدقه الادائيه في القران، يا بني اسرائيل اذكروا نعمه الله. لما كان يجي خطيبنا نحن ما قلناش اذكروا نعمة الله، إنما يقول اذكروا الله. لأن بني إسرائيل ماديين قوي، فبقول حتى ما دمت انتم ماديين شوفوا النعمة دي جاية منين. إنما احنا لا، أمة مش مادية. احنا فيه فرق كما قلنا دائما بين أن يكون الإنسان مع النعمة وبين أن يكون مع المنعم. البدائيون يحبون للنعمة، وأنت إن أحسن إليك أي إنسان هتحبه ولا لا؟ نعم. وتطيعه ولا لا؟ نعم. إنما طب هب أساء إليك تحبه؟ قال نعم، إذا كان ربا، لأن الإساءة إساءة في نظري أنا وإحسان منه. نعم. أنا منش فاهم بس. نعم. أنا منش فاهم. يبقى إذن هو مع الإيه؟ مع المنعم. احنا مع المنعم، لما اقول اذكروا الله يعني خلينا مع المين؟ مع المنعم. حتى وان قبض نعمته فنحن معه، حتى وان قبض نعمته فنحن ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه يستحق ان يحب لذاته، يستحق ان يحب لذاته. ولذلك في الحديث القدسي يقول أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد. يعني حتى كان يصح أنني أعبد وإن لم أخلق إيه؟ جنة ونار. ده أنت لما تشوف واحد من غير جنسك ومن غير ملتك، ويمكن ما بتشوفوش، وعمل صنعة بديعة كده، تقعد تتمدح وتقول يا سلام عليه، إيه العظمة دي، إيه اللي مش عارف إيه، معني لا فايدك حاجة من الصورة ولا من التمثال ولا من أي حاجة من دي. الفضائل في ذاتها معجبة، فضائل في ذاتها معجبة. إذن فالمؤمن ينظر إلى فضائل ربه، والتاني بينظر برضو إلى الإفضال الموصل للإيه؟ للفضائل. إنما فيه فرق. ولذلك الأهل الله هم أهل الابتلاء منه. الابتلاء منه ليه؟
عشان يبين انهم يحبونه. يقول الملائكه يقول يحبونني لذاتي، يقول لا يحبونك لنعمتك، يقول واقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني. انا اقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني. من عبادي من احب دعاءهم، فانا ابتليهم ليقولوا يا رب. صوت بيحب نداءه، بيحب نداءه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يبتلي ابتلاءات شتى، انواع الابتلاءات شتى. يوم لما يجي يبتلي الواحد في اعز شيء يعني الصحه، يبقى سلب عنه نعمته بالعافيه. انما الجاهل هو اللي ينظر هذه النظره، انما المتعمق ينظر الى ان الله يقول عبدي مرضت فلم تعدني، يوم يقول له كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى ان فقد المريض نعمه العافيه فانه انس بالمنعم بالعافيه. يقوم المتاوهون بقى والمتالمون حين يذكرون انهم في معيه الله بسلب نعمه العافيه عنهم يستحي ان يتالم، وما يحبش ان المساله بقى تنتهي. حتى قال بعضهم اني والله لا استحي ان اطلب الله، ان اطلب من الله الشفاء والعافيه حتى لا يظن ان ذلك زهد مني في رؤيته معي. استحى. ولذلك دول لا يرتقون ولا يكون ولا يكتمون ولا يتداوون ولا، انما هل كل الناس لا، ربنا يسر لنا في الاسباب لتكون لنا منازل من القرب على قدر الحب، ما حملش الناس على وضع لنا كله، لا 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 ابدا. يعني اقول اذا لما اقول اذكروا ايه نعمه الله، يعني اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، يبقى معناها ان لم اكن مستحقا لذاتي فلا اقل استحم من ان النعم اللي انا مديها لكم دي تستحق انكم تكونوا معي. يا ماديين، يعني اكنه بيخاطب مين؟ بيخاطب الماديين. ومعنى ذكر النعمه ايه؟ النعمه اولا هو الخير ينفعك في حياتك نفعا لا يتاتى منه ضرر، تبقى دي النعمه. هاتوا اي نعمه من النعم واعرضوها كده عرض، وشوفوا كل نعمة منها تستحق أن تكونوا تابعين لي ولا لا. يبقى إذن معنى ذكرها يعني إيه؟ اذكروه. لما إذا ذكرتم النعمة علمتم أنكم لم تأتوها بذاتكم، فيجب أن تبحثوا عمن أنعم إيه؟ عمن أنعم بها. يبقى إذن الذكر هو إيه؟ اذكروا، اذكروا نعمتي. اذكروا يعني إيه؟ الذكر هو الحفظ من النسيان، لأن الشيء قد تكون له رتابة تنسي أصله. الشمس بتطلع كل يوم علينا، والقمر بيجي بالليل، والنجوم والمطر بينزل، والمية بتجري رتابة. إنما بقى ما توجعناش قوي إلا لما السماء لا تمطر، وبعدين يبقى فيه جفاف ويبقى فيه جدب، يا رب يبقى إذن رتابة الأشياء تنسي الأصل. فيقوم بقى يقول لك تملي اجعل الله على ايه. يبقى اذا الذكر معناه حفظ من ان ايه، من ان ينسى. والذكر جريان الشيء على اللسان. ايه فايده جريانه على اللسان ما دام انا هذكره في نفسي؟ ام قال لك لان جريه على اللسان قد ينبه غافلا عنه. نعم، انت ذاكر في نفسك، انما لما تذكر. ولذلك لما يكونوا جماعه قاعدين يوحدوا الله، يوم يقولوا حتى الغافل، انما لو وحد الله في نفسه اخذ ثوابها لذاته، ولكنه حين يجريها على لسانه ياخذ ثوابها وثواب من اجراها، ويخرج الناس من غفلتهم، ويخرج الناس من غفلتهم. والذكر ايضا الشرف. الذكر زي ما تقول فلان له ذكر وله نباهة شأن وله وجاهة وفلان عين في الشرف. الشرف ده معناه ايه؟ يعني ان الواحد على في مكان عالي بالنسبة للناس، ومأخوذ على شرف يعني على مكان ايه؟ ولذلك استشرف يعني ايه؟ نظر الى اهله.
يبقى الشرف هو الايه؟ مكان. وانه لذكر لك ولقومك. القران لما نزل باللسان العربي بقى ده تشريف لمين؟ للسان العربي وللقوم العرب. وانه لذكر لك ولايه؟ ولقومك. هل اذن كلمه شرف دي يعني اللي احنا بنقول ذكر لك اي شرف؟ تقول له تعالى الشرف دي مكان حاجه مرتفعه. طيب الارتفاع ده ان كان من صنعتك لا تامن ان ياتي مثلك فيتفوق عليك. اذن فالطموحات الانسانيه في الشرف طموحات محدوده لانها على قدر علمك في مجال الشرف، مش كده ولا لا؟ لكن اذا كان الشرف من الواهب الاعلى يبقى شرف لا يسامى. يبقى شرف لا ايه؟ لا يسامى. وايضا فذكر انصح، تبقى برضو النصيحه. يبقى اذكروا نعمه الله واخد الايه المعاني دي. ذكر الحق سبحانه وتعالى صحيح بنقول اذكر النعمه لانها الامر المباشر المادي الملحوظ لك، نعم، لتدلك على غيب مستور عنك. عظمته في انه مستور، العظمه في انه مستور، ولكن نبه عليه الظاهر، نبه عليه الظاهر. ولذلك ان اردت الله في اثاره فقل هو الظاهر، وان اردت الله في بواعث القدره التي فقل هو الباطن، فقل هو الباطن. الذكر ده بقى يبقى يعني ربنا دايما في ايه؟ في بالنا. ما فيش سبب يفتننا ايه؟ يفتننا عنه. انما قدر الحق سبحانه وتعالى ان الانسان قد تصيبه غفله فاحترم الله الغفله فينا، وقال لما تغفل برضو ايه؟ اذكر. ولذلك الناس الذين عاشوا الله، معنى عاشوا الله يعني تملي ربنا ببالهم، حين يجلسون معا يتعلمون في باب العرفان وفي باب الفيض والإلهام، يوم يجد يعني يدلون على بعض، يقول لك الله يعلم أني لست أذكره. بالله لو سمعت هذه من واحد ماذا تقول فيها؟ تقول عليه ده زنديق، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يجيب لك العلة فيطلع ايه؟ اذ كيف اذكره اذ لست انساه. الله يعلم اني لست ايه؟ اذكره. لما تسمعها انت تنخض، تقول ده بيخالف امر ربنا اذكروني ومش عارف واذكر الله، مخالف ربنا. يقول لا، اذ كيف اذكره اذ لست. يبقى ما هو ما بيغيبش عني. ولذلك يجي واحد تاني يتعالم مثلا ويتاني، يقول له الا تشتاق الى ربك؟ فقال لا اشتاق اليه. قالوا يا شيخ الا تشتاق الى الله؟ قال يا اخي انما يشتاق الى غائب، ومتى غاب حتى اشتاق عنه. يا سلام، شوف الملاحظ ايه. ولذلك ايه والملاحظ زين، لما يجي مثلا واحد كده يقول لك كلمه كده ما تبقاش يعني تتاخد قوي، وشوفكم هيكمل يقول ايه، شوفوا هيكمل. ومن هنا نشأت الفجوة بين أهل الشطح وأهل الكلمات التي يقولونها في حال من الأحوال، وبين الذين يقفون على الدرج الأول. فلما أنت تسمع الله يعلم أني لست أذكره هتنهز وتقول ده مش عارف إيه، وبعد ذلك لما تشوف التعليل تجد منتهى الإيه؟ منتهى الصحبة لله. إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. والتاني بيقول لا اشتاق الى الله لانه لا يشتاق الا لغائب، ومتى غاب حتى اشتاق له. فيقول له الذي كان امامه اذا سقط الشوق. سقط الشوق معناها انني خلاص مش هيغيب عن ايه؟ مش هيغيب عن بالي. هذه المساله في ذكر الله وذكر نعم الله مراتب، واحد يذكر النعمه وواحد يذكر المين؟ يذكر المنعم. قال لك ليه؟ قال لك لأن مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة، مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة. أنا ضربت مثل، قلت إن ابني بيقول لي هات لي مسدس، وابني لسه سنه 7-8 سنين،
انا اظن ولا اجيب لهش المسدس. عدم مجيء له بالمسدس دي نعمة، لان اخاف لواحد يشتمه، كان يكفي انه يشتمه، انما معاه مسدس يمكن يضربه رصاصة. يبقى انا انعمت عليه بانني منعت عنه المعكرات والشر. يبقى قد يكون سلب الايه؟ سلب النعمة. عين الايه؟ عين النعمة. عين الايه؟ النعمة. ولذلك انا قلت يعني تذكروا جيدا قول الحق سبحانه وتعالى، أم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه إيه؟ ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. طيب عال. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أراد الله أن يكذب الأول ويكذب الثاني. قال كلا، لا لا أنت صادق ولا ذا صادق، لا النعمة دليل الإيه؟ الإكرام، ولا القبض النعمة دليل الإهانة، بل كل ما يجريه الله على خلقه بحكمته نعمة، نعمة سلب أو نعمة إيجاب. ولذلك يعطي الله صورا من أحداث الحياة لأجزاء الناس علشان يتأكدوا صدق هذه القضية. مثلا أنت تريد أن تسافر فتذهب فتجد العربة قامت قبل ما تروح بخمس دقائق، فكان وراك مشوار تحزن وافتقد ان فاتك خير، وبعد ذلك جت العربيه في الدور الثاني اللي بعدها معاد الثاني، ومشيت قمت انت لقيت بالصدفه العربيه دي اتصدمت والناس فيها احداث، تقوم تقول يا سلام اكنني اشوف ازاي كنت فاهم ان دي شر، ادي ايه؟ ادي بقت خير. اه يبقى اذا ما دام انا قلت المساله مش منك انت، ولذلك ما اصابك من سيئه فمن نفسك، اوعى تفتكر ان السيئه تيجي من الله، ابدا ما تجيش من الله، هي في الواقع ظاهر الامر كده، انما ايه خبئها من النفس. يبقى اذا الكلمه بقى لما نذكر ربنا او نذكر نعم ربنا، يوم كل شيء يتضاءل في نظرك في الحياه، مهما كبرت ومهما كبر الناس تقوم تذكر ربنا تلاقي فيه اكبر منه. نعم انتهى كل شيء. يبقى يمنع استخزاء بعض الناس للناس، يمنع استعباد بعض الناس للناس، يمنع فتنة بعض الناس في الناس، لأنه دايما ربنا إيه؟ ربنا في باله ما بيغيبش عنه، يقوم لما يجي أي شيء في الكون يقول فالله فالله فوق ذلك، الله فوق ذلك، الله، يقوم يعيش إيه؟ يعيش مرفوع الرأس، يعيش عزيز. إما تصيبه أي حاجة مهما علت على أسبابها يقوم برضه يقول لها اصلا ليه يا رب ما يلوش دعوه بالاسباب، ده هو فوق الاسباب، ده هو يخرق ها، ده هو ايه يخرق الاسباب. ولذلك ينجي بالمهلك. هتيجي لنا في القصه بتاعت بني اسرائيل حينما نتعرض مثلا لتاريخ لموسى عليه السلام، نقول طيب فرعون كان بيذبح الاولاد مش كده؟ طب بالله قولوا لي لو ان واحده خافت على ابنها أتقول لها ارميه في البحر؟ خافت لا يجوا حد يقتله ولا يموته ولا يخطفه، تقول لها ارميه في البحر؟ أي امرأة تصدق الكلام ده؟ الله بقى أنا أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق. إنما أصل مع إخبار الله دليل على أنه صدق ولا يناقش، يدخل الخاطر ولا تأتي دوافع لهذا الخاطر. بعدين يقول لها ما اني اصلا انا بقى يعني قلت للبحر فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو، انا عايز ان اللي يربيه العدو اللي هو هيطلع عليه يدك عرشه. اه علشان يدينا ايه؟ يدينا فكره اننا ما نعتلش هموم تربيه ابنائنا، كن على منهج الله، كن على منهج الله مع ولدك وسلم صنعته وهو الولد إليه، بس انت كن أنت وبعد ذلك دع. إن كانت بيئة طغيان وبيئة فساد هيطلعوا منه كذا الايه زي الشعرة من العجين. يوم يجي عشان يضربنا يقول لك ايه؟ إذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري من اللي رباه؟
جبريل لأن أمه ولدته في الصحراء وماتت وما فيش له حد، فبقى ربنا يرسل له جبريل يغديه ويعمل له مش عارف ايه ويجيب له الأكل والشرب، وبعدين طلع كافر. أخوه اللي مربيه مين؟ ودوكها اللي مربيه مين؟ فرعون. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون ايه؟ فرعون مرسل. يبقى بني اسرائيل لما بس يذكروا مثل هذه النعمة عليهم كان يجب عليهم اذكروا نعمتي التي انعمت ايه؟ الذكر. بقى قبل ما ننتهي من الذكر، الذكر ده حين يذكر الانسان النعمة ويتعالى في الذكر فيذكر المنعم يعيش آويا الى ركن شديد، ما فيش اي حدث يستطيع ان ينال منه. ليه؟ لانه مش معزول عن الحق الاعلى، مش معزول عن الحق الاعلى. وانا قلت لكم الانسان ايه؟ يخور امام الاحداث ان واجهها بذاته، انما حين يواجهها بربه وخالقه ولا حدث، لا كرب وانت رب، طمنا على ان فيه رب وبس، تبقى المساله ايه؟ المساله انتهت. الذكر ده حتى في البشر، ما دام قلنا الذكر الشرف والبتاع، ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس ما يحفزهم على الحركات الطموحيه. يعني ان واحد يبقى مشهور في قومه نابه الشأن، ليه؟ علشان يعمل السلالم اللي توصله الى هذا. ساعة ما يعمل هو السلالم اللي توصله لانه يبقى شريف، يعني يدفع ثمنه، يقوم الكون حينتفع ولا ما ينتفعش؟ الكون حينتفع. ولذلك انت تلتفت تلاقي الانسان مؤمن بانه قطعا ميت، مفهوم ولا لا؟ لانه ما شافش حد ما ماتش، حقيقة ما فيش منها فرار. وما دام يعرف انه ميت وهو يحب الحياة، يقوم لما يولد له ولد ينبسط لانه ضمن ان ذكره بالولد سيستمر جيل. لما يولد للولد ولد تاني ابن حفيده، يا سلام، يبقى ضمن جيلين. ولذلك يبقى زعلان مش اللي هو اللي ما انجبش، اللي ابنه ما انجبش، ويحاول انه يطمن كده على انه ايه؟ نعم، عايز يطمن كده على ان الولد يبقى عنده. الله، عايز يطمن. ولذلك بنينا وايه؟ وحفده، علشان يبقى مطمن. دي عمليه ربنا عاملها علشان يعمر الوجود ببقاء النوع. يوم يخليك تفهم ان الولد ايه؟ ذكر. ان الولد ايه؟ ذكر. ولذلك ينبسط قوي لما قلنا ايه؟ يبقى له اولاد، ادي اول انبساط. وبعدين لما اولاده يجيبوا، يا سلام، يبقى ايه؟ مبسوط. وان تقدم به العمر بقى ولد ولد وجاب كمان، ده تبقى مساله ايه؟ تبقى مساله عظمه، لانه ضمن انه ايه؟ انما دي كلمه بس هي معمولة علشان تستغل طاقتك لحركة الحياة وتعمل وتتجدعن. وإن كنت قدرت على نفسك الأول، نفسك ولدك ما يتعبش تعبك، ونفسك ابنك ما يتعبش تعبك، تقوم تتحرك في الحياة حركة. وحركة الحياة تنفع وإن لم تقصد، تنفع الغير وإن لم تقصد أنت. أنا ضربت مثل الرجل اللي بنى عمارة وقعد عنده فلوس في البنك، قال بدل أن تظل في البنك بدون فائدة، لماذا لا أبني عمارة ويبني كذا دور وأجر الشقة بكذا ويجي؟ ربنا أدخلها في باله كده. علشان إيه؟ علشان الكل حينتفع. وإن لم يقصد أنه ينفع اللي بيحفر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفق واللي عمل الأدوات الصحية واللي عمل الكهرباء واللي عمل البوية واللي عمل كله انتفع. يبقى قبل ما تبقى عمارة، ها، انتفع بها مين؟ أفقر الطبقات. قبل هو ما يستفيد منها ايه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش ويسطه كده ومحدد له البتاعة ما تجيبش 1%، مش ده اللي بيحصل؟ انما العالم استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى اذا الحركة مفيدة وان لم يقصد المتحرك، وان لم يقصد المتحرك فالحركة ايه؟ مفيد. يوم يقول خليهم داخلين في حكايه الذكر دي، عايز يبقى له ذكر، خليه يعمل ويتجدعن، لان الكل هيستفيد من الكلمه دي. وان كان طب واني افرض ان عمري اولادي طال، طب وانا استفيد من الحكايه دي ايه؟ طب بالله ناقشوها كده، ايه هستفيد انا منها ايه؟ الا ان كان بقى مربيهم تربيه صالحه وعمالين بيدعوا له، يبقى اذا هي الصلاح هو النافع. الصلاح هو الايه؟ النافع. هو النافع، هو ده اللي هينفع. ولا قدرة لمثله عليها.
ولم يدعها أحد، أما كان قبل أن ينتفع بها يقدر يقول من اللي عملها دي؟ يبقى أمر فطري، أمر إيه؟ ومع ذلك نبهناه إلى أننا، نبهناه إلى أننا، ومع ذلك نبهناه إلى أننا إيه فعلنا، ولم نعارض من فاعل آخر. ومدام نبه على أننا فعلنا ولم نعارض من فاعل آخر فهي لنا إلى أن يظهر المعارض الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنستكمل بقية خواطرنا. السلام عليكم ورحمة الله.